بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك، تقبل الله طاعتكم، تقبل الله طاعتكم أعزائي المشاهدين، الله يتقبل طاعتكم في رمضان وخارج رمضان. مبروك عليكم هذا العيد، الله سبحانه وتعالى يعيد عليكم بكل أمن وسلام ومحبة وصحة وخير على الأمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يطهر وينظف الأمة من الخونة والعملاء والمنافقين والمخادعين، ويطهر الأمة من الجبابرة والطغاة والمتكبرين والظالمين يا رب العالمين. إخواني الكرام، رسالة حبيت أوجهها لكم، والله إن أنا أحبكم، والله إنكم أنتم غاليين وعزيزين. الله سبحانه وتعالى يا رب يجمعنا كلنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، هذه تهنئة خاصة وقلبية لكم، كذلك أرجوكم لا ننسى في هذا اليوم المبارك وإحنا ناكل ونشرب وفرحانين ولابسين أحسن الثياب إن هناك ناس محرومين، إن هناك ناس مسلمين مثلنا، إخواننا مسلمين في جميع أنحاء العالم. ما أبي أذكر دولة على أساس يقولوا والله ذكر دولة ونسى دولة، والله عندنا مسلمين اللي محروم واللي لاجئ واللي تحت القصف واللي مسكين ما عنده بيت واللي ساكن في خيمة واللي ما عنده ياكل واللي ما عنده وهكذا. فإحنا المسلمين إيجابيين، ندعو لإخواننا المسلمين إن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويفرجها عليهم في جميع أنحاء العالم. إخواني الكرام، كذلك قبل ما أختم هذه الحلقة راح تشوفون في أول تعليق مثال، نستغل بعد إحنا نستغل اليوم العيد، يعني بعد ما نخليكم ترتاحون، ما راح أخليكم ترتاحون يا يبا، نستغل هذا اليوم. كذلك راح تشوفون في أول تعليق مثبت حلقات أنا نزلتها في قناة محذوفات قناة المجتمع، وأنا ما أعلنت عنها، حلقات طيبة وحلوة، شوفوها إخواني الكرام. ولا تنسون أيضا الاشتراك في قناة محذوفات قناة المجتمع، حسبي الله ونعم الوكيل، احنا ملاحقين يعني. عموما اخواني الكرام، كل عام وانتم بخير، الله يبارك فيكم، الله يوفقكم، ويا رب يعيد عليكم الايام السعيدة دائما وابدا، ويطهر الامة يا رب العالمين من كل انسان يكره الاسلام والمسلمين، ويا رب يا رب الايام القادمة ايام نصر وايام خير وايام فرح وسرور علينا احنا المسلمين. وترى صدقوني النصر قريب، والله النصر قريب اخواني الكرام. اتمنى رسالتكم وصلت.